السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ربنا وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وباب فلا، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة التوبة أو من صدر سورة التوبة. وهذه السورة سميت بسورة التوبة، وسميت بالفاضحة، وسميت بالكاشفة، لأنها تطرح قضية من أخطر قضايا الخلق. فرب العباد هو الذي خلق الخلق بلا نزاع، ولا ينازع في كونه الخالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فقضية الخلق لعظمها ما نازع فيها أكثر الخلق، إلا من فقد عقله، ملحد اللي أنكر وجود له أصل. رب العباد هو الذي خلق الخلق، وهو أعلم بخلقه من خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والحقيقة هذا وجه من أخطر وجوه الإعجاز في القرآن. رب العباد لما أنزل القرآن أنزله لبيان كل حاجات الإنسان، فما من حاجة نحن في حاجة إليها إلا وجاء القرآن بتفصيلها. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ومن هذا التفصيل أننا بشر نتعامل مع بشر. هل كل البشر سواء؟ أبدا. قال تعالى: ليسوا سواء، ليس كل الناس سواء. فالناس أصناف وألوان وأشكال وأحوال. رب العباد في القرآن صنف لنا الناس، وهذا كما قلت من أخطر وجوه السؤال الكريم. الذي يد أن يتعامل مع الناس ما لم يدرس هذا الباب لا يعرف كيف يتعامل مع الناس. اللي اعتاد يتعامل مع الصالحين يظن أن كل الناس صالحين، واللي اعتاد يتعامل مع المجرمين يظن أن كل الناس مجرمين، واللي اعتاد يتعامل مع الكذابين يعتقد أن كل الناس كذابين. رب العباد صنف لنا الناس تصنيف عجيب، صنف صنف، وفي كل مرة يذكر الصنف وأحواله وصفاته وكيف نتعامل معه. وجاء هذا تحت عنوان: ومن الناس. ومن الناس، وفي كل مرة يذكر لنا صنف: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه رد الخصام، ومن الناس من يقول آمنا باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم مشعورون في قلوبهم مرض، إلى آخر آيات. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس ومن الناس
وفي كل مرة يذكر لنا صنف خاص من الناس، طبيعته، أحواله، أفعاله، كيف نتعامل معه. هذا تصنيف عام صنف الله به البشرية تصنيف دقيق اليد، دارسه لا يكاد صنف من الناس يخفى عليه، فالناس لن يخرجوا عن هذا التصنيف، تصنيف رب العالمين. لم يكتفي بالتصنيف العام، بل عمد لفئات بعينها لشدة تأثيرها على الإنسان، فصنف كل فئة على حالها. من هذه الفئات أهل الكتاب، سورة آل عمران أحصته، ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومنهم ومنهم ومنهم، كل مرة فيها منهم فيها صنف جديد. فهذا التصنيف جاء للكتاب خصيصا لأنه أصحاب كتاب، والكتاب تعاملوا معه، وترتب على التعامل معه أخلاقيات اختلفت عن عموم الناس فصنف لوحده. وهنا السورة التي بين أيدينا، صنف واحد من الناس سموا بالمنافقين، لكن الحقيقة مش صنف، ده هم أصناف. المنافقين مش نوع، أنواع. ظاهر المنافقين من أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، وده التعريف اللي غالب المفسرين ذكروه، لكن الحقيقة مع التدبر هنجد المنافقين أشكال وألوان. في هذه السورة، هذه نزلت في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي غزوة تبوك، والغزوة هذه كان لها ظروف خاصة. احنا الشيخ لسه بدأ في السورة، ستسير معنا هذه الغزوة لآخر السورة. ظروفها الخاصة أن الروم، وأقول الروم لأن الروم تعني كل دول الغرب، تآمر على المسلمين، ودولة الإسلام ما زالت وليدة في بدايتها، ما زال كل المسلمين داخل المدينة، وانطلاقتهم محدودة داخل جزيرة العرب، ما خرجوا عنها. الشاهد أن الروم هددوا المسلمين بقطع خضرائهم، أخذوا قرار بإبادة المسلمين بالكامل، وتأمر على هذا، وجاءت الأخبار للنبي وأصحابه، لدرجة انزعج المسلمين جدا جدا، فكانوا كلما سمعوا صوت قالوا قدم الروم وهم داخل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قرار وأخذ بزمام بدرة قبل أن يأتون نذهب إليه، وليخرج المسلمين من دائرة الخوف لدائرة العزم والهم والإرادة. فخرج بجيش المسلمين لواجه جيش الروم في تبوك. كم عدد جيش المسلمين خارج في تبوك؟ المسلمين 40,000. مؤتة 3,000، أنا بتكلم على تبوك، حوالي 10,000. جيش الروم كان 500,000، 500,000، 500,000، لا مش 10، جيش المسلمين 30,000 في تبوك، 30,000، وجيش الروم 500,000. ومع ذلك النبي خرج. وقت الخروج كان وقت خروج اضطراري، فالظروف غير سامحة بالخروج، ومع ذلك خرج. كان هذا الوقت في بداية الصيف، شهر 6 بتوقيتنا الحالي، وهذا التوقيت بالنسبة لجزيرة العرب
يعني مرحلة الإفلاس. لماذا؟ الأكثر الزراعات عندهم كان التمر، فينفق عليه العام كله ثم يدنو الثمر في شهر 7، فشهر 6 آخر أشهر الإنفاق قبل الإراد، ولذلك كان الكثير منهم لا يملك مال. فلما طلب منه الخروج ما عندهم عدة ولا عندهم زاد، فسمي الجيش بجيش العسر، جيش العسر، لدرجة الجمل الواحد كان بيتناوب عليه 7. المسافة بين مكة بين المدينة وبين تبوك كم؟ 730 كيلو. لما يتناوب عليه 7 يبقى كل واحد بيركب 100 كيلو ويمشي 600. طب يمشي 600 كيلو ورايح يواجه 500 مليون، 500 ألف، نص مليون. القصة صعبة جدا جدا، والجو أصعب. الصحابة ليس عندهم من المال ما يشتروا به حتى القوت اللي اقتدوه أثناء الطريق، ولا ما يشتروا به السلاح، سلاح جديد أو قوي يقدر قتل به. ولذلك قلت سمي بجيش العسر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم وخرج، وخرج الصحابة رغم ندرة الإمكانيات. جماعة من الصحابة ما تحملوا الخروج فتخلفوا، مجموعة مش واحد اثنين، مجموعة تخلفت. قل للمخلفين، تخلفوا بالفعل، رفض خروج. ومنهم من تخلف بعذر ومنهم تخلف بغير عذر. الشاهد أثناء الخروج جالت بالقلوب الخواطر، يا ترى حنقابل الروم اللي يحصل. اللي في قلبه إيمان يقينه بالله يقين، وكل من في قلبه مرض أثناء السير من مدينة تبوك ظهر المرض، حتى تصنف الصحابة الجيل كله لأصناف، ألوان من أمراض القلوب، ألوان من النفاق. فجاءت سورة الفاضحة لتصف كل هذا، لذا سميت الفاضحة الكاشفة. فما من صنف وقع منه ذل أو خطأ إلا وجاء به البيان، لذا قلت تعالى ومنهم ومنهم ومنهم، حتى تجدها كثير في السور، كل منهم تصف صنف، كل واحد منهم تصف صنف، وخاصة أن الأمر فوق الطاقة. حتى اللي بيهزر في كلمات مزاحه ظهر ما في صدره. ولذلك يعني اللسان هو المعبر عما في الجنان. اللي عنده مرض في قلبه يكتمه مهما عظم كتمانه، لسانه سيفضح. لذا يقول الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني فكروا أن الله لا يكشف ما في قلوبهم، أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفت ابن سينا. كان ممكن نكتب لك على جبين كل واحد مرض كل واحد، لكن هنعطيك دلالة على أمراض تقرأها أنت. قل ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى كل من عنده مرض في قلبه
سيظهر في لحن كلامه في أي موقف. القرآن يحكي عن الموقف. إخوة يوسف لما تآمروا على نبي الله يوسف وهو طفل صغير وقرروا الخلاص منه وأجمعوا أن يجعلوه في غابة الدب وعملوا تمثيلية كبيرة على أبيه. تخيل إخوة 10 كلهم يتفقوا على الخلاص من يوسف أخوهم ابن أبيه. وبعد أن خلصوا منه وألقوه في غابة الدب جاءوا جميعهم يبكون. تخيل 10 يمثل البكاء، مش واحد ولا اثنين، ده 10 الكل بيبكي ودموع تماسيح. لذا قلت تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. 10 10 قالوا كلهم في صوت واحد يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. كل دي أكاذيب. فأكله الذئب. طيب الكذاب يا أخوانا يستحيل يواصل الكذب. إن كذب في نقطة سينفضح في التي بعدها. طيب لو وقف عند هذا الحد كم ممكن يصدق؟ ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند متاع سيدنا الثياب عنده فأكله الذئب اصطاد بعيد عننا. لكن الكذاب عارف انه كذاب وشاكك في تصديق من يسمع، فهم شاكين ابوه مصدق الكلام ده. وذلك هذا الريب الذي في الصدور تبروا على ألسنتهم. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. بعدين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لما يقولوا ولو كنا صادقين يبقوا صادقين، هو ده اسمه لحن القول، لازم تكشفه. وما مش عمرك ما صدقنا حتى لو كنا صادقين، يبقى هم صادقين ولكن كذابين. هذا يسمى لحن القول. خلي بالك هم العشر اللي حضروا أخذ يوسف لأخيه بنيامين، كان ردهم إيه؟ عبارتهم شكلها إيه؟ كبيرهم رفض يرجع. قال كبيرهم إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لن أجاريكم في التفاهم. ثم عبر قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. لحظة ملحوظة، لما كانوا رايحين يطلبوه قالوا أخانا، لما أرادوا يتبرأوا منه قالوا ابنك أنت مش أخونا، سلامات. يا أبانا إن ابنك سرق. بعدين وما شهدنا إلا بما علم، لأنه قصة حقيقية، وما كنا للغيب حافظين. وعايز تتأكد واسأل العيرة التي أخبرنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أخبرنا فيها. وإنا لصادقون لفظ الصدق. لكن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لحن. وقس على هذا ولتعرفنهم في لحن القول. على سبيل مثال الحج في السورة جماعة من مرضى القلوب والمنافقين وهم في الطريق لتبوك رايحين حرب ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين يهزروا بإيه؟ بما في صدورهم. قال أحدهم أتدرون ماذا يحدث غدا لو هجم علينا الروم ها وأسر رسول الله؟ يعملوا فيه إيه؟
طب لو أسر أبو بكر وعمر يعملوا فيهم إيه؟ وقاعدين هزروا ومزحوا وتخيلوا هذا الأمر. ورب العباد يوحي لنبيه كل ما قالوا فيأتي إليه، ماذا قلتم؟ قال والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا بنهزر بس، بنهزر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعف عن طائفة، الطائفة دول كانوا 13 واحد، الطائفة قيلت على واحد منهم كان أبوه اسمه حمار، صحابي واسمه أبو حمار، فجاء النبي يعتذر خير يا رسول الله قعد بي اسم، قعد بي اسم، أنا أبوي حمار وطلعت حمار وأنا أخطأت إن جريتهم في مخالفهم وأنا تبت إلى الله فعفى الله عنه. إن عفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فنعتهم الله من الجرم. أنا بحكي هذا حتى ندرك إن كل همسة همسوها في الطريق وكل لفظة قالوها في الطريق جاء القرآن بها تفصيلا، ولذلك سميت بالفاضحة، فضحت الكل، وسميت بالكاشفة، كشفت ما في صدور الجميع. السورة الحقيقة مليئة بهذه النوعيات وبهذه التصنيفات وبأحوال العباد فيها. الذي لا يدرس هذه المعاني كيف يتعامل مع الناس؟ احنا في غيبة، وهل أنزل الله لنا هذا القرآن لنعيش عمرنا ونموت وقد جهلنا كل ما فيه؟ هذا جانب من الوحي وجزء من الوحي وباب من أبواب العجز في الوحي. من يملك أن يصنف لنا الناس ويصف لنا كل ما دار في الصدور وعلى ألسنة العباد؟ ممكن نتعامل مع الألسنة، لكن من منا يدري ما في الصدور؟ من يعلم ما في الصدور هو الذي يصنف هذا التصنيف، وده أخطر تصنيف لا مثيل له في الوجود. كيف نعيش حياتنا نجهلة ونلقى الله ونحن نجهل؟ وقد أنزله، أنزله لنجهل ولنتعلم ونتعامل به. وصل المعنى؟ ولذلك دراسة هذه القضايا إخواني من صميم هذا الدين. المؤمن اللي درس هذه القضايا يتعامل مع الخلق على بصيرة، كما قال تعالى نبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش مجرد دعوة، أنا ومن اتبعني، مش أنا لوحدي، وكل من سار على نهج الله الذي أنزله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن جاء القرآن ليعطينا هذه البصائر، لينير لنا الطريق، ليعرفنا كيف نتعامل مع كل فريق، مع كل أصناف الخلق. واضح المعنى الداخلي؟ هذا المعنى الخطير يا إخواني، تتمنى الدنيا بأسرها أن تعلمه، ونحن عندنا هذا الكنز ونجهله. كارثة أن نجهل ديننا، كارثة أن لا نعي وحي ربنا. ما صنف الله العباد بهذا التصنيف الدقيق جدا إلا لنتعلم من علم الله كيف نتعامل مع عباد الله. وصل معنى دخيلة؟ إذا ندرك فالسورة جاءت لهذا السياق من أولها لآخرها، مدارها كله حول أصناف الناس، مش أي ناس، ده احنا مسلمين،
وأغلب معاملاتنا مع مين؟ مع مسلمين. السورة جاءت للمؤمنين اللي بتعاملوا مع المؤمنين، مع الصحابة، صحابة بتعامل مع الصحابة، ووجدت هذه الأصناف فيه حتى نعلم. طبعا الكثير منهم بعد أن نزلت الآيات تاب وانصلح حاله واستقام أمره، لأنه عرف داءه وعلم دواءه فعالج الداء. لكن منهم من مات على مرضه، منهم من مات على مرضه. وهذا الحقيقة فيه لفت انتباه لنا، نتعلم كل أحوال الناس حتى نأخذ خيرها وندع شرها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا منهج حتى في الصحابة، مش فقط التصنيف القرآني، ده أي تصنيف يخدم المسلمين جاء به. يعني قصة طريفة حدثت في الجاهلية فيها تصنيف، جاء النبي بها وحكاها، حديث مشهور جدا والناس بتأخذه على أنه حديث طرافة ودعابة، حديث مزمر، حديث مزمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكيه للنساء. لماذا للنساء؟ ها؟ مش ستات مع بعض بس، لا، الأمر أكبر من هذا. أي إنسان يخبرنا تعامل معه في صفات عامة في كل البشرية، لكن يقينا كل فرد له خصوصياته. كيف نكتشفها؟ النبي علمنا طبائع النساء وأحوال النساء العامة. طب والنساء فيهم كل هذا، لكن هناك فروق فردية، كيف يكتشفها؟ يحكي مثل هذه النصوص، يحكي حديث مزار ليرد ردة فعل النساء، يا ترى من هن تعجب بسلوك بعينه، يبقى هي في حاجة لهذا السلوك منه معها، يبقى عرف حاجاتها الخاصة. مش مرة، أكثر مرة، يعني حديث المزارع حكى مرة، مرة ثانية حكى قصة 10 شباب اتفقوا أن يخطبوا فتاة، فتقدم واحد منهم يعرف خصال العشرة فيحكي للفتاة صفات الأول. ها النبي يحكي ونساء اسمع يسليهن، من تبهر ويجد عينها برقت مع هذه الصفات يعرف حاجتها لزوجها. كيف نعرف الحاجة؟ دخلنا منهج تربوي عجيب عجيب. الحديث نفسه لما تسمعه كله دعاء، صحيح كله دعاء، لكن في النهاية خرجنا من نتيجة، عرف حاجة أم سلمة، عرف حاجة عائشة، عرف حاجة أم حبيبة، وهكذا. والكلام ده حتى نتعلمه في بيوتنا ومع نسائنا، في صفات عامة عند امرأتي وعند أمي وعند أختي، وفي صفات خاصة تختلف فيها أمي عن امرأة، عن زوجتي، عن أختي، عن خالتي. كيف نصل لهذه الصفات؟ مطلوب الوصول والتعامل معها حتى نعامل نساءنا على بصيرة. قد يكون عندها حياء بعينه أو سلوك بعينه يمنعها من الكلام في أمور بعينها، وتعيش تعبانة عمرها معك لأنك لا تعرف مرادها. كيف نصل لهذه الدقائق والحقائق حتى نتعامل على بصيرة مع من نتعامل معه، وخاصة امرأتك وأولادك وأمك وأبيك اللي التعامل معهم دائم، ليس ضيف تتعامل معه مرة وتنقطع الصلة، لا، ده بين يديك. ولذلك جاءت الوصية بهم خصيصا، واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، ألصق جار والجار الجنب، يبقى الجار القريب والجار الملاصق والصاحب بالجنب. من الصاحب الجنب؟ الزوج، الزوج فيه صاحب ملاصق لك إلا هي، ها؟ احنا اعتبرها صاحب،
وذلك تلاقي الرجل منا طوال اليوم قبل أخ أهلا أحضن وبوس وفتحينها مبوس. طب ومراته ما فيش بوسة وانت داخل؟ ما فيش بوسة وانت طالع؟ طب يعني هو الصاحب حلال تبوسه والولية حرام تبوسها يعني؟ عشان ده ربنا سماها الصاحب الجنب، سماها الصاحب الجنب، أقرب صاحب، أقرب صاحب. تقبيلك لصاحبك ليس مسنون، وتقبيلك لها فريضة. النبي نفسه سئل يا رسول الله يلقى رجل من أخاه أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. لم يأذن بالعناق والتقبيل إلا حال السفر، جاي من السفر تقبل تحته، لكن ما فيش سفر وانت كل يوم شايفه، مع الدخل بوس ومع الخرج بوس، والولية ما فيش ولا مرة عند الدخول والخروج بوس. حاجات الزحل ها، هي الصاحب جد. الشاهد يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس مسائل يعرض صفات أو أقوال النسوة مع بعض. 11 امرأة اتفقنا واجتمعنا، واتفقنا كل واحدة منهن تصف زوجها بأمان، فيقينا ليس أحوال الرجال واحدة، منهم الممدوح ومنهم المذموم. فالنساء مع العشرة وخاصة اللغة العربية طيعة في ألسنتهن، الحقيقة كنا محترفات في الوصف. اللي مدحت مدحت، واللي ذمت ذمت. وضحت؟ لما احكي النبي هذه القصة عشان نتعلم منها ما السلوك المطلوب اللي النساء ترتضيه، وما السلوك المذموم اللي النساء تنهك منه وتشقى منه. فعلى سبيل المثال الحصر، لما احدى النساء تصف زوجها فتقول زوجي اذا اكل لف، واذا شرب اجتف، واذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم البس. فهمتوا ايه؟ الحقيقة الحديث يفتح لنا باب خطير جدا الكثير منا يقع فيه من حيث لا يحتسب. الرجل منا في عمله طيل النهار، ومع الإعياء الشديد عايز السكن، عايز الراحة، وقت العمل وقت عمل، وقت البيت وقت سكن، وسميت الزوجة لهذا سكن لتسكنوا إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إيه؟ طب إليها ولا لها؟ طب الفرق بين إليها ولها؟ ها؟ إليها أشمل. ليه؟ لماذا؟ يعني حمت حول المعنى، حم جيد. إلى أخواننا في اللغة تسمى الغائية، تسمى الغائية، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، أين يتم المعنى؟ عند باب المسجد. يبقى انتهى معناها عند بدء ما ذكر بعدها، يبقى إلى المسجد عند أول المسجد. لكن لو أردت الدخول لا تقول إلى، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، واللام تعني الاستقرار الدخول. واضح المعنى ده كده؟ هنلحظ هذا في القرآن في مواضع، في مواضع القرآن استخدمها، ودي كلمات عربية واستعمال عربي في علم المعاني دقيق جدا. لما قلت تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يبقى يعني ماذا يعني بإلى الحق؟
إلى أوله. رسم الله لنا طريق الحق وفصله، ثم تحدى هل هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن توصلنا إلى أول طريق الحق؟ قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق أن يوصلكم إلى أول طريق الحق؟ فلما خلصت ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، رد الله، أجاب الله عن ذاته فقال قل الله يهدي، لم يقل الحق، قال قل الله يهدي للحق. يبقى مش لأول الطريق، لآخر. فهنا جاء باللام واللي مأت بإله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق. ثم قال بنى على هذا نتيجة، قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إيه النتيجة؟ عايز أقول لو أن الله يهديكم فقط لأول الطريق لوجب اتباعه، فكيف وقد هداكم لآخره؟ أفمن يهدي إلى الحق، ما قالش الحق في المرة الثالثة، يبقى أول مرة استخدم إلى، في الثانية اللام، عند التحدي استخدم إلا مرة أخرى. ها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، هذا وصف لكل بشرية، لا يهدي إلا أن يهدى، لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. فإذا كان هو لا يملك الهداية لنفسه يملكها لغيره، فاقد الشيء لا يعطيه. واضح المعنى؟ هنا إلى لو قال لتسكنوا لها لكانت السكنة عند الجماعة، لكن لما قال لتسكنوا إليها بمجرد التوجه إليه، تبقى في الشغل وتعبان وهل كانوا حالتك حالة، أول ما تبصم عند الخروج يا التعب روح، رايح له استريح، يبدأ السكن. هذه اللحظة مسافر، ها زي حالنا وزي هنا، أول ما يجمع الشنط ويحل معاد الطيارة يا عناء السفر راح، تبدأ السكنة من قبل ما يركب الطائرة. لذا قال إليها، فإليها بمجرد التوجه إليها يقع السكن، لا عند المعاشرة والاستقرار. لو قال لها لما كان لنا سكنة إلا في الفراش، لكن إليها دي كلها رحمة لتسكنوا إليه. إذا ندرك المرأة للسكنة. طيب المرأة للسكنة دي، الرجل اللي تعبان اليوم كله ده راجع عايز يستريح، راحته فين؟ في أكله، في نومته، مش كده ولا إيه؟ طيب الولية تعرف هذا، قاعدة طوال الوقت أنت في الشغل عمال تجهز لك أكل، ها؟ وتسوي أجمل أكل، وقف أمام النار ممكن إيديها تحترق وثيابها تحترق وتتزيت وتبقى ريحتها بصل وريحتها توم وحالتها حالة، بيحصل بحصلش. وبعد المعاناة دي كلها عارف إنك جاي، ترسلك الصفر رص وتجملها، ولازم طبخ السلطة وتحط لك عليه نعناعة وريحانة وهندسة وفيلم عشان عينك تشبع قبل بطنك. وكما قال الشاعر ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلفه. والقرآن يعطي إشارة لهذا لما يقول عن أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرة حتى إذا جاءوها، ها ما قالش فتحت، قال وفتحت، فتحت عند أهل النار. فجاءت الواو عند أهل الجنة ولم تأتي عند أهل النار. إثبات النار رحمة وحذفها عذاب، حذفها عذاب لأن أهل النار هيساقهم أرض المعشر بإيه؟ بالمرزبات، بالمقامع الحديد، والضرب على وجوههم وأدبارهم. فكله بيجري، لا تفتح جهنم إلا بعد ما يلتصقوا فيها، يلتصقوا في جدارها ومع شدة الضرب يظن أنهم هالكون لا محالة، فلا يبقى لهم أمل إلا النجاة. طب كيف ينجو؟ لا أمل في النجاة إلا أن الجدار الذي وصلوا إليه يفتح. الجدار ده جدار إيه؟ جهنم.
فلما أيشوا من تعذيب الملائكة ولم يبق لهم أمل إلا فتح الجدار ويفتح الجدار فإذا بها النار. لذا قال حتى إذا جاءوها فتحت، لم تفتح قبلها، لكن أهل الجنة بمجرد أن يشاخوا من أرض المحشر الجنة تفتح أبوابها. فهو بعيد يبص يرى باب الجنة ونعيم الجنة. لذا قال حتى إذا جاءوها وفتحت، يبقى الفتح بدأ مع بداية السوق. فأول ما راها من بعيد ينعم قلبه بنظر عينه قبل أن يعيش النعيم بجسده. ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب ألف. الولي اللي هندست السفرة دي، ومش هندست السفرة بس، وبعد ما هندستها تطلع تهندس نفسها وتغير الثياب اللي فيها توم وبصل وتلبس لك أحلى الثياب وتتجمل، وجلسها عايزة تشوف رد فعلك إيه. الباشا سيد اللي لسه وصل شغل الثعبان، طب يا ترى هيعمل ايه؟ هيحس بيا ولا انقطع الاحساس عنده؟ فجلسه منتظر، يا ترى اول لقمه تاكلها هتشركها معاك وتقدرها وتبدا بيها قبل نفسك ولا تقدم نفسك عليها؟ ده نظر المراه تتابع يا ترى هيعمل ايه؟ وتلاقيها واقفه ومستنيه مش راضيه تمد ايدها وسايبه سيادتك بتبدا انت الاول. يا سلام لو اول لقمه اخذتها مع الاعياء الشديد اللي انت فيه قدمتها عليك، منزلتك عندها تطلع السماء بلقمه عيش، بلقمه. القضيه مش اللقمه، قضيه التقدير لها. هذا جانب عاطفي. المراه عواطفها ملايين ضعف عاطفة الرجال، وهذا مما يرتقي بعاطف الإنسان. قدمت على نفسك، يا سلام، يبقى أنت مكانتك، مكانتك بالنسبة لها ترى نفسها عليك عندك يعني أسمى الدنيا وخير الدنيا وأفضل الدنيا، أفضل من نفسك. قدمت على نفسك فترتقي مكانتك، بعد كده هتخدمك بعينين، مستعدة تقبل يديك ورجليك. لكن المرأة اللي تشكي بتقول أنا قاعدة منتظر، يا ترى كان شريكني ما فيش، أكل أول لقمة، طيب يديني الثانية، أكل الثانية، طب الثالثة، بلع الثالثة، الخامسة، زرد الخامسة، قاعدة تتابع لغاية ما خلص الإناء الطبق كله. في فضلة تبقى اللحسة اللي في الآخر لحسن. لذا أنت قالت إذا أكل لف، يعني مسح الإناء، ما أشركني معه في لقمة واحد. يبقى إذا أكل إيه؟ لف. وصلت؟ طيب أعذر جعان وجاب أخره، طيب شركة في المي. فجلس منتظر، يا ترى هيمسك المية هيقدمني على نفسه ولا يقدم نفسه علي؟ حطيت الكوب على فمك، طب يا ترى اول شفطه ليه وهدي الثانيه ولا هيكمل؟ طب الثالثه، طب العاشر، خلص الكوبايه. لما تفرغ من الكوب على فمك وترده فيه نقطه بترجع على الجدار، هذه عند العرب تسمى الشفافه. فهي منتظر الشفافة، يمكن يسيبني الشفافة وبعد ما خلص أنا أشربها عشان أشاركت في حاجة. بعد ما رجع الكوباية وفيها الشفافة راح قلبها مرة تانية جنب الشفافة. لذا قالت وإذا شرب إيه؟ اشتف، يعني حتى الشفافة ما تركت. طب أعذره عطشان، جعان وعطشان. طب أكلت وشربت واستريحت يبقى في إنتاج. قالت وإذا نام التف، ما في مشاركة، ما في كلمة حلوة، ما في تقديم، ما في عاطفة، ما في حنان، ما في قبلة، ما في حب. أعذره عطشان وجعان وهل كان. طب أي شيء يعطيني إحساس أنك بأحاسيس تحس. قالت عبارة دقيقة، قالت فلا ولا يولج الكف. أنا مش طالب من حاجة، أعذره في كل فت، بس على الأقل يعطيني هذا الإحساس.
قالت ولا يلج الكف فاعلم بس يعني مش كف. طب حط ايدك على صدري، اعطني احساس عاطفي انك تبحث عن الامي، عن احزاني، عما يضايقني، عما الم بي. لو ادتني هذا الاحساس يكفيني منك. قالت ولا يلج الكف، يعني لا اضع كفه على صدري، فيهيو على الأقل يشعرني أنه يبحث في نبضات قلبي على ما تشكو منه نفسي، فيعلم البس الأحزان. إنما أشكو بسي وحزني إلى الله. الأحزان والألام تسمى البس. ولا يلج الكف فيعلم البس. حتى نتعلم. النبي لم يحكي هذا الإنسان، يعلمهن أن هذه الأخلاقيات أخلاقه. زي السلاشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمني على نفسه في الشراب. يعني يا عزيز يديني الكوب الأول، فإن شربت وفرغت وضعت الكوب أخذ الكوب وأداره ليجعل فمه مكان سؤري، مكان فمي. سنة من السنة. كم واحد في الفكر عملها واللي درست من السنن؟ السيدة عائشة لأنها تلحظ هذا الملحظ، هذا السلوك، قصته في الصحيح، حكته على أن هذا شرف وفضل كبير منها من رسول الله معها، أن يجعل شرابه من موضع سؤرها، مش مقروف منها ولا كارح. ها لك ليه عم الشيخ يعني الدنيا ضاقت ملكم ما لا ضاقت. هذا الإحساس بالنسبة للمرأة عالي جدا 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 جدا، وهي في أمس الحاجة إليه. تقول فيدير الإناء فيشرب من مكان سؤري، المكان اللي فيه بقايا لعابي يستعمل يشرب منه. هذا أدب حتى نتعلم. أنا بحكي كان دليل أني طبعا كل امرأة حكت، اللي مدحت مدحت بهذه، واللي ذمت ذمت بأخلاق أول ما يسمع ذمت، لأن سأل النبي كل واحدة عينها تدور، فيعلم النبي كرهون لهذا السلوك. طبعا حديثة قلت لما تسمعه دعابات وطرائف، ها وفي حاجات يعني حقيقة اللغة العربية فيها عالية جدا. يعني واحدة تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كلا لك. حد في حاجة؟ أقول الحديث مع أهل اللغة فعلا كله طرائف، والنبي يحكيه ليرى ردة فعل النساء، لغاية ما وصل لأم زرع السيدة عائشة جالسة عينها كلها إيه برقت. فلما رأى النبي برق عينها قال يا عائشة أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت رضيت يا رسول الله، رضيت يا رسول الله. فحجت وتهللت، فعلمها درسا. قال ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. عشان ما تركش ليه مجال للشيطان يلعب دماغها. هذا أدب النبي يعلمنا إياه حتى نتعلم قواعد التعامل مع نسائنا. أنا بحكي الكلام اللي قلنا لأن هذا الأدب، أدب التعامل مع الخلق، أدب رباني، تشريع أنزل الله فيه، مش نص نصوص. كل النصوص التي جاءت في تصنيف الناس ليعلمنا أدب وقواعد التعامل مع كل الناس ومع كل أصناف الناس ومع كل أحوال الناس. هذا موضوع خطير جدا جدا وكبير جدا، وجهلنا به كارثة. دي لأن احنا نتعامل بجهلنا، فنخبط مع هذا نخبط مع هذا، نخبط مع الزوجة مع البعيد ومع القريب. أنت الذي تشقى، أول من يشقى بسوء الأدب مع العباد أنت. لكن لو أحسنت التعامل
لتعلق بك كل الخلائق. محبة الخلق يا إخواني غاية ترجى يتمناها المؤمن. يقول عمر رضي الله عنه: لولا ثلاثة أشياء ما كان غائبا أحب إلي من الموت. لولا إخوة لله في الله أحببناه. الأخوة، أخوة في الله. ولولا خطوات إلى المساجد نمشيها، ولولا رقيعات في السحر لله نصليها، ما كان غائبا أحب الموت. وكأن لذة عمر كلها في الثلاثة: أخوته لإخوانه، خطواته لبيت ربه، سجداته بين يدي الله في جوف الليل. هذه معنى خطير جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المؤمن بهذا فيقول: المؤمن ألف مألوف. لما يحسن التعامل مع الكل سألفه الكل، فألف الناس وألفه الناس. كيف تحقق هذا وأنت تتعامل مع الناس بغير هدى؟ واللي بتعامل على غير هدى ده هتعامل بإيه؟ بحق ولا بجهالة؟ وبتعامل بجهالة ده يألف الناس يألفوا الناس، ولا بيطبش وبيخبط يمين وشمال؟ وصل لمعنى الدقيق ده؟ هذا معنى خطير جدا يا إخواني. البصيرة في لزوم الوحي، لا في مجرد تصوراتك أنت عاجزا. فلا يعلم طبائع الناس وأحوال الناس إلا رب الناس، وصنفها لك في القرآن ليقيم حجته عليك، فلا عذر لك بجهلك. يلزمك رجوع الكتاب ربك لفهم هذه الحقائق والتعامل على أساسها. ولذلك النبي يحدد: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يألف. لا خير فيه. الذي لا يألف الناس ولا يألفه الناس من ينتفع به؟ ذهب خير، لا يأتي منه خير قط. واللي ذهب خير ده يروح الجنة؟ ببلاش؟ أبدا يا إخوانا. لابد أن يكون هذا مذهب لنا ومنهج لنا، أن نسعى إليه جاهدين حتى يألفنا الناس ونألف الناس. المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يألف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أقربهم مني مكانا في الجنة، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتواضعون، الذين يألفون ويؤلفون. اللي يحبهم الناس يحب الناس. دان الأعلى مكانة قرب رسول الله، قرب رسول الله أحب الناس إليه. يبقى نال شرف حب رسول الله له، ونال شرف دنو مكانته رسول الله في الجنة، وأنهم مني منزلة يوم القيامة، أحاسنهم أخلاقا مع الناس، الموطؤون أكنافه، المتواضعين لكل الناس، الذين يألفون ويؤلفون، يألفهم الناس ويؤلفون الناس. أحاديث تحتاج منا لوقفات في حياتنا. إذن هذا التصنيف ما جاء لمجرد قصة، إنما جاء تشريعا من الله لنا نتعلم قواعد التعامل مع خلقه، وآداب التعامل مع خلقه، وأسمى الأخلاق مع خلقه، حتى نألف الناس ويألفنا الناس. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذن قضية أكبر من أن تكون مجرد سرد لأحوال الناس، أبدا لا. ده تصنيف رباني دقيق ليعلمنا كيف نتعامل مع المسلمين. التوبة جاءت في حق من اختلت موازينهم المسلمين، وانت عايز المسلمين كلهم على يعني أبو بكر عمر؟ أبدا يا إخوان، مش كل مسلم أبو بكر عمر، مش كده ولا إيه؟
نتمنى أن نكون كل المسلم أبو بكر وعمر. التمني شيء والواقع شيء آخر، والأمور لا تجري بأمان العباد كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أقدار الله لا تجري لا بأمان المسلمين ولا بأمان غير المسلمين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى الأمر أجراه الله على مواقع منا من أعمال لا على أمانينا. لابد أن ندرك هذه المعاني، لابد أن ندرك هذه الحقائق ونعيش بها ونعيش لها، نبحث عنها لنقيمها في حياتنا. ولذلك سورة التوبة دي تحتاج لدراسة آية آية حتى نعرف كيف نتعامل مع أصناف المسلمين: الضعيف والمريض واللكتع والمنافق والمخادع، كل ده وارد، وارد أن يخاف المسلمين. كيف نتعامل مع كل صنف من دول؟ سورة التوبة جاءت بهذا كله. وضح المعنى؟ إذن ندرك هذه القضية الكبيرة في أدب التعامل مع العباد، أدب التعامل وقواعد التعامل مع العباد. ما ساقها الله لنا إلا لتكون نورا لنا في طريقنا، هاديا لنا في سلوكياتنا مع العباد. ولذلك ده اللي جعل الصحابة إخواننا الحقيقة شيء عجيب، يعني ما دخلوا بلد إلا وتعلقت الدنيا كلها بهم، الدنيا كلها تعلق بهم. نوعية من البشر عجيبة، يألفون ويألفون، كل تعامل مع الصحاب يألف، يحب يحب تعلق به. ولذلك كانوا كلهم موضع قدوة، موضع تأسي، من يراهم يرى فيهم القدوة الحسنة، يرى فيهم الإمامة في الدين وفي الدنيا. معاني الحقيقة تحير بمجرد الرؤية. ورب أجيال على هذا النحو، يعني أقرأ عبارة عجيبة جدا يقولها جعفر الصادق، يقول: كنت إذا وجدت قساوة في قلبي ذهبت إلى شيخ محمد بن واسع، فإن وقعت عيناي عليه أذهب الله عني ما كان فيه. مجرد رؤية أحواله وأقواله وسلوكياته أمراض القلوب تذهب عند أتباعه، القساوة تذهب، الرقة تأتي، السلامة للقلوب تأتي. هذا معنى خطير يا إخواني، لأن ده منهج الصحابة، لدرجة أن التابعين نفسهم كانوا يتساءلوا: يعني من منكم لقي الصحابة؟ يا سلام، اللي لقي الصحابة تلاقي الكل التف حوله، ده شاف الصحابة، رأى ما لم نرى، تعلم ما لم تعلم، عاين ما لم نعاين. الصحابة نفسهم كانوا يتسالون في بينهم: من منكم عاش مع رسول الله؟ فيقدم على غيره. بل تابع التابعين كانوا إذا رأوا أحد التابعين قالوا: هذا رأى صحابة رسول الله. بل بعد ذلك تابع التابعين كانوا إذا رأى من واحد يقول: هذا رأى من رأى صحابة رسول الله، رأى من رأى. ليه؟ لأن هذا جعل هذه النوعية كلها تألف وتؤلف، كلها تألف وتؤلف. ما في صحابي ذهب لبلد إلا وترك آثاره فيها، كل أهل البلد تعلقوا به. ابن مسعود لما أرسله سيدنا عمر للعراق، أهل العراق كلهم قدموا ابن مسعود في كل حياتهم. من؟ ده كانت الحيرة في هذا الوقت عاصمة كسرى، عاصمة الفرس، والمدائن كانت هي العاصمة الرئيسية للفرس. المدائن مكان بغداد هذه الأيام، وكان فيها على نهر دجلة مقر الرئاسي، وكان اسمه القصر الأبيض.
اسمه كده القصر الايه؟ ها؟ فربنا يمكننا من كل قصر ابيض مكن المسلمين. هو القصر الابيض وفتح المسلمون وفتحوه. حتى الام من الصحابه البسيط لما سمى الف والف لانه علم الوحي عاش رغم اميته لا قراءته لكنه صار قدوه بل احوالهم حارت حتى كبار الصحابه. يعني من مواقف لما فتحت المدائن ووصل الصحابه للبيت القصر الابيض واخذوا ثروات كسرى فجاءوا لسيدنا عمر بالتاج، تاج كسرى وسواريه الذهب اللي كان لابسه فيه. الصحابي اللي حملوه هذا الحمل التاج والسواري جاي من العراق للمدينه ماشي وثيابه مع القتال ممزقه ثوب متقطع ما فك. خلي بالك لما سلموه التاج ما اخذوا عليه ورقه، التاج فيه كم فص وزنه كم، ها ما اخذ عليه ورقه لانه اعطوه لمن؟ لصحابي ربي على الامانه، ربي على الصدق، ربي على الزهد في الدنيا. يحمل تاج كسرى وساريه وثيابه ممزقه حتى جاء عمر. سيدنا عمر لما راه بكى، كان جالس بجوار سيدنا علي، قال يا علي من هؤلاء؟ أليس بشر؟ ده مش بني آدم، إنسان. أما حدثته نفسه يأخذ شيئا يستر به نفسه؟ ما حدثته نفسه الطريق كله رغم طول الطريق 15 يوم ماشي وشال كنز ولا يملك منه درهم، ما فكر يأخذ شيء، ما فكر. بكى عمر قال أي أناس هؤلاء علي؟ قال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو ملت لمالوا، عففت فعفوا ولو ملت لمالوا. فلما وضع التاج والسواري بين يدي عمر كان نفسه يلعب في عينين أي بن آدم، ده تاج كسر أعظم ملوك الأرض. طب عمر رئيس الدولة ما فكرش نفسه في حاجة أبدا. قال عبارة عجيبة جدا، قال أرسلوا إلي سراقة بن مالك المجاشعي. مين سراقة ده؟ ده اللي لقي الرسول ليلة الهجرة، الوحيد اللي لحق به وعرف مكانه وقريش بتبحث عنه ووعد من دل وعدت من دل عليه بمئة ناقة. المئة ناقة تجعله ملياردير مليونير، اللي كان يملك خمس جمال تجب عليه الزكاة، فانبلغ بمئة ناقة يبقى مليونير. فلو أخبرهم بس خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى مليونير، دل على مكانه. النبي قال له ارجع يا سراقة وستلبس سواري كسرى. خير رسول الله مهاجر وطلع من مكة المدينة مطرود مطارد ومحارب، ووعد سراقة ايه؟ سواري كسرى اعظم ملك في عصره. العجيب سراقة رغم انه ما زال على غير الايمان يعلم صدق رسول الله فصدق ورجع ولم يخبر قريش وأسلم. فلما فتحت المدائن وجيء بالسواري كسرى أرسل له عمر فقال له البس سواري كسرى. سيدنا سراقة ما شاء الله أعرابي وشغال شغل تكسير في الجبال كده، فتلاقي زنده ضخم أضخم من كسر، فدخل السوار مش راضي تدخل.
مش عايزة تدخل، ضيق على ايدي في السن. قال لا أمير المؤمنين لا تدخل، قال له تعال. راح ضرب سيدنا عمر بإيده بكفه، قال ادخلي، صدق رسول الله وكذبت يد سراقة دخلت ولبس سرار كسرى وطالع من المسجد بشخل الدهن، وعمر ينظر ويبكي ويقول سراقة ابن مالك المجشعي الأعرابي البسيط يلبس سرار كسرى، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع منك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. كيف كان عمر قدوه، واللي حمل التاج قدوه، والكل يالف ويؤلف لما تسمع عن الصحابة الاعراب البسيط اللي زي محمد بتاج كسرى تعشقه، مش تحبه بس تعشقه، لما تسمع عن عمر تعشقه، لما تسمع عن سراقه هتعشقه. ألف مألوف ليس فقط لموقف بل لكل المواقف، لأنه تعامل مع الخلق ببصيرة من عند الخالق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشركين. إذن دي ثمرة دراسة سورة التوبة. سامحوني أنا يعني الدرس راح كله في التجوال حول السورة، دي مقدمة فقط في السورة، احنا ما بدأناش التفسير. الربع اللي قال الشيخ عبد العزيز هنأجل الوقت آخر، الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا لاستماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لإخواننا على أرض الرباط، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم سدد رمية الرمين منهم وصوب رميهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم ألزم قلوبنا وقلوبهم التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اجعلنا وإياهم وسائر المسلمين وأولادنا ونساءنا من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا وإياهم على عينك، واصطنعنا وإياهم لنفسك، واستخدمنا وإياهم فيما يرضيك عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيء إلا أنت. اللهم اجعلنا ولفاء مألوفين، اللهم حببنا لعبادك وحبب إلينا صالح عبادك. اللهم نصرك الذي وعدت وتمكينك الذي وعدت. اللهم مكننا أمة الإسلام من إقامة دينك وتطبيق شريعتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. اللهم أظهر بنا دينك وانشر بنا دينك وانشر بنا عدالتك. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعد لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلافتها الراشدة يا أرحم الراحمين، واحفظ صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم عليك من بغى علينا واعتدى، عليك بكل من بغى علينا واعتدى. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم من خلفهم عبرة وآية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم اطمس على أموالهم واشلط وطأتك عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لرد عن قوم المجرمين. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن قوم الكافرين. ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.